Par là. Par là, s'il vous plaît. Un petit geste, s'il vous plaît. Merci mes amis. الجمهور المغربي لازم تكون منتبه وبشدة وبحرص انت بتغني ايه قدامهم على المسرح. هو جمهور متذوق ولكن في نفس الوقت جمهور ناقد. في بعض انا ما بتكلمش على بلدان يعني بعينها، انا بتكلم بشكل عام. في جماهير تمام يعني بتيجي بتحبك بتحضر لك بتشتري تيكت وبتحضر لك. الجمهور المغربي مش بس بيحبك، بيتابعك وبيتمعن. فالواحد لازم يكون منتبه جدا بيغني ايش على المسرح امام الجمهور المغربي، علما انهم مش بس بيسمعوا الاغاني المغربيه. الجمهور المغربي مستمع لكل انماط الموسيقى وكل الجمره تبع الموسيقى، جمهور مثقف وسميع بشكل كثير كبير. فلذلك في مسارح ينعملها صراحه، يعني انا بكلمك بمنتهى الصراحه، في مسارح ينعملها 1000 حساب، وفي مسارح ينعملها حساب ولكن مش الجمهور تبعه. انا بكون داخله وعارفه انه الجمهور له احترامه ولكن مش حيكون ناقد بشكل كثير كبير ومحب في نفس الوقت زي الجمهور المغربي بصراحه. يعني شكرا للطلعه. ما كلمتش انا، نحب نتوغل في الثقافات، والمغرب كان في غنى يعني رائع جدا في الثقافات الموسيقيه وفي الانماط والالوان الموسيقيه. ما كلمتش ابدا نغني شيء ولا باللهجه الصحراويه ولا الريبرتوار. سولتيني على الليله، سولتيني على اللهجات العربية كلها عزيزة علي وكلها كانت بالنسبة لي تحدي، يعني كلها كانت تحدي اني اتقن هذه اللهجة حتى تصل الى اصحابها بالشكل الصحيح بدون اي خطأ وبدون اي نقصان يعني. فصراحة كلهم حبايبي يعني، ما في كلهم ولادي كلهم ولادي كلهم حبايبي وانا بحبهم، بحب اتغنى باللهجات المختلفة. بالنسبة لموضوع التمثيل انا مخليه الباب موارد، مش مانع الموضوع ابدا، منتظره الدور اللي حيكون نقله نوعيه ليا. مش عايزه امثل خلاص يعني، عايزه دور مقنع يعني، اعطيه نفسي 8 أشهر الى عام علشان يطلع بشكل الناس تقول عملت قفزه في المسيره بتاعتها. فبس تيجي الفرصه دي بس لما تيجي هعملها ان شاء الله. شكرا لك.